السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة كإعلاميين بإذاعة عين تيموشن الجهوية نتقدم بكل التحية والإخلاص والتقدير لكل زملاء المهنة سواء يعني كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية. نقدر المجهودات التي يبذلونها في خدمة الإعلام الجواري وكذلك إعلام المنطقة. إذا بهذه المناسبة أيضا أهني الفائزين في برنامج سين تاريخ الذي حظيوا بجوائز قيمة جدا. هذا البرنامج الذي جاء في إطار تثمين الذاكرة التاريخية والحفاظ عليها. إذا تحياتنا وتحية لكل الزملاء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، دمتم في خدمة الإعلام الهادف.